طلابي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هكون موجودة معاكم في الجزء الثاني من الـ Development of Cardiovascular System. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ Development of the Atria. في المحاضرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا على الـ Sinus Venosus. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تاني Chamber في الـ Heart Tube اللي هي الـ Primitive Atrium. هتكلم أول حاجة عن الـ formation of the interatrial septum، وبعد كده هشوف الـ right atrium هيتعمل بإيه والـ left atrium هيتعمل بإيه. ده عبارة عن coronal section في الـ primitive atrium، أنا قطعه coronal وببص عليه من قدام. ده الـ interatrial septum. الـ interatrial septum هيقسم الـ primitive atrium لـ right atrium و left atrium. الانتر اتريال سيبتم بيتكون من تلات اجزاء: سيبتم انترميديم، سيبتم برايمم، وسيبتم سكندم. هتكلم اول حاجة على السيبتم انترميديم. ده البريميتيف اتريوم وده البريميتيف فنتريكل. انا كده كأني موقفة الهارت، وفي ما بينهم كنال ضيقة. الكنال دي هسميها اتريو فنتريكولار كانال، وهنا ده شكل الاتريو فنتريكولار كانال لو انا موقفاها على حرفها وببص عليها من تحت. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الاندوكارديوم اللي مبطن الاتريو فنتريكولار كانال هيحصل فيه بروليفريشن، زي ما احنا شايفين كده حصل فيه بروليفريشن وعمل فنترال and dorsal endocardial cushions. كلمة cushion معناها وسادة أو مخدة أو حاجة أسند عليها. لو أنا بصيت كده على الاتريوفنتريكولار كانال وأنا بص عليها من تحت، آدي ده الventral endocardial cushion وده الدورزال endocardial cushion. التو cushions دول هيعملوا إيه؟ هيقربوا من بعض، يقربوا من بعض، يقربوا من بعض لحد ما يحصل لهم fusion مع بعض، زي ما احنا شايفين هنا الـ two cushions حصل لهم fusion مع بعض وعملوا septum intermedium. الـ septum intermedium قسم الـ atrioventricular canal الكبيرة دي لـ right atrioventricular canal و left atrioventricular canal. الـ septum intermedium ده مهم جدا، ده حجر الأساس اللي هنزل عليه السبتم برايمم والسبتم سكندم من فوق. لو احنا بصينا على الاتريوفنتريكولار كانال من تحت، ده الفنترال اندوكارديال كوشن وده الدورزال اندوكارديال كوشن، حصل لهم فيوجن مع بعض وعملوا سبتم انترميديم. السبتم انترميديم قسم الاتريوفنتريكولار كانال ل رايت وليفت اتريوفنتريكولار كانالز. في الفيديو اللي جاي هنشوف مع بعض الفورميشن اوف سيبتم برايمم وسيبتم سكندم. تعالوا نشوف مع بعض الفورميشن اوف انتر اتريال سيبتم. دي الاتريو فنتريكولار كانال مقسومه بالسيبتم انترميديم لرايت وليفت اتريو فنتريكولار كانالز. البريميتيف اتريوم بيبقى موجود ورا وفوق، والبريميتيف فنتريكل بيبقى موجود قدام وتحت. انا هوقف الاتريو فنتريكولار كانال بالطريقه دي بحيث ان البريميتيف اتريوم هيبقى موجود فوق والبريميتيف فنتريكل هيبقى موجود تحت. اول حاجه، اول سيبتم هتكلم عليه اسمه سيبتم برايمم. السيبتم برايمم شكله سيكل ان شيب وليه لور كريسنتك بوردر وتو هورنز. هينزل من الروف of the primitive atrium على شمال السينو اتريال اوريفيس لحد ما التو هورنز يعملوا فيوجن مع الاتريو فنتريكولار كوشنز، وهيتبقى عندي فتحة. الفتحة دي اسمها اوستيوم برايم. في الانترايوتراين لايف الاكسجينيتد بلاد هيدخل الرايت اتريوم من الانفيريور فانا كافا ويعدي للليفت اتريوم عن طريق الاوستيوم برايم. الاوستيوم برايمم دي
هتبدأ تقفل، هتبدأ تضيق 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 لحد ما تقرب تقفل. بس هي لو قفلت الإمبريو هيموت. فقبل ما تقفل هيحصل دي جينيريشن وبريك داون في السيفاليك بارت اوف سيبتم برايمر. زي ما احنا شايفين كده حصل دي جينيريشن وبريك داون في السيفاليك او في الكرينيال بارت اوف سيبتم برايمر، واتكونت عندي فتحة. الفتحة دي اسمها اوستيوم سيكاندوم. اول ما الاوستيوم سيكاندوم دي تتفتح الاوستيوم برايمم هتقفل زي ما احنا شايفين كده. استأذنك تمسكيه. ولازال البلد بيعدي من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق الاوستيوم سيكاندوم. هينزل سيبتم تاني على يمين السيبتم برايمم اسمه سيبتم سيكاندوم. السيبتم سيكاندوم ليه نفس شكل السيبتم برايمم، يعني شكله كريسنتك ان شيب، سيكل ان شيب وذ لور كريسنتك بوردر وتو هورنز. وهينزل من الروف اوف ذا بريميتيف اتريوم على يمين السيبتم برايمم لحد ما التو هورنز يعملوا فيوجن مع الاتريو فنتريكولار كوشنز. لو بصينا كده على الاوستيوم سيكاندوم، السيبتم سيكاندوم عمل ايه في الاوستيوم سيكاندوم؟ هل هو قفلها؟ لا، هو ما قفلهاش، هو غطاها. وتبقى عندي اوبليك باسج. الاوبليك باسج دي بتبدا من اللور مارجن اوف سيبتم سيكاندوم لحد الابر مارجن اوف سيبتم برايم. الاوبليك باسج دي الممر ده اللي بيسمح بمرور الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم اسمها فورامين اوفال. بعد الولاده البلاسنتا بتتقطع، فكميه الدم اللي داخله للرايت اتريوم هتقل، والامبريو البيبي بقى هيبدا يتنفس، فالبالمونري سيركيليشن هتشتغل، والاكسجينيتد بلود هيدخل الليفت اتريوم عن طريق البالمونري فينز، فالبريشر هيزيد في الليفت اتريوم ويزق السيبتم برايمم على السيبتم سيكاندوم ويقفل الفورامين اوفال. ويتبقى عندي الامبريولوجيكال ريمينانس اللي احنا بنشوفها في الادلت هارت عندنا في الانتر اتريال سيبتم، اللي هي الفوسا اوفاليس والانيولاس اوفاليس. الفوسا اوفاليس دي عباره عن اللور بارت اوف سيبتم برايمم، والانيولاس اوفاليس ده عباره عن اللور كريسنتيك مارجن اوف سيبتم سيكاندوم. ده فيديو تاني هنشوف فيه الفورميشن اوف انتر اتريال سيبتم. دي الاتريو فنتريكولار كانال، البريميتيف اتريوم موجود فوق والبريميتيف فنتريكل موجود تحت. لو انا ميلت كده الاتريو فنتريكولار كانال هلاقي ان هي مقسومه بالسيبتم انترميديوم لرايت وليفت اتريو فنتريكولار كانالز. اول سيبتم هتكلم عليه هو السيبتم برايمم. السيبتم برايمم شكله سيكل ان شيب، ليه لور كريسنتيك بوردر وتو هورنز. هينزل من الروف اوف بريميتيف اتريوم على شمال الساينو اتريال اوريفيس لحد ما التو هورنز يعملوا فيوجن مع الاتريو فنتريكولار كوشنز اوف سيبتم انترميديوم، ويبقى عندي فتحه. الفتحه دي هسميها اوستيوم برايمم. في الانترايوتراين لايف الاكسجينيتد بلود هيدخل من البلاسينتا، يعدي في الانفيرو فينا كافا ويدخل الرايت اتريوم، وبعد كده هيعدي عن طريق الاوستيوم برايمم للليفت اتريوم. الاوستيوم برايمم هتبدا تضيق، هتبدا تضيق تدريجيا علشان تقفل زي ما احنا شايفين كده. الاوستيوم برايمم بتضيق تدريجيا علشان تقفل. بس قبل ما تقفل هيحصل ديجنريشن وبريك داون في السيفاليك بارت اوف سيبتم برايمم، ويعمل فتحه جديده اسمها اوستيوم سيكاندوم. اول ما الاوستيوم سيكاندوم تتكون الاوستيوم برايمم
هتقفل زي ما احنا شايفين كده. هنا الاوستيوم سيكاندم اتفتحت فالاوستيوم برايمم اتقفلت، ولازال البلد بيعدي من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق الاوستيوم سيكاندم. هينزل سيبتم تاني على يمين السيبتم برايمم اسمه سيبتم سيكاندم. السيبتم سيكاندم ليه نفس شكل السيبتم برايمم، يعني هو شكله سيكل ان شيب، ليه لور كريسنتيك بوردر وتو هورنز. هينزل من الروف اوف بريميتيف اتريوم على يمين السيبتم برايمم لحد ما التو هورنز يعملوا فيوجن مع الاتريو فنتريكولار كوشنز اوف سيبتم انترميديوم. لو بصينا هنا هنلاقي ان السيبتم سيكاندم غطى الاوستيوم سيكاندم، ما قفلهاش، هو غطاها، واتبقى عندي اوبليك باسج. الاوبليك باسج ده بيمتد من اللور مارجن اوف سيبتم سيكاندم لحد الابر مارجن اوف سيبتم برايم. الاوبليك باسج ده بسميه فورامين اوفال. بعد الولادة لما البلاسنتا هتتقطع كمية الدم اللي داخل الرايت اتريوم هتقل، في نفس الوقت البيبي اول ما يبدأ يصرخ ويعيط اللنج هيحصل لها انفليشن، يبدأ يتنفس، والاكسجينيتد بلد هيدخل لي الليفت اتريوم عن طريق فتحات البالموناري فينز، يعني البالموناري سيركيليشن هيشتغل، فالبريشر هيزيد في الليفت اتريوم. لما البريشر يزيد في الليفت اتريوم هيزق السيبتم برايمم على السيبتم سيكاندم ويقفل الفورامين اوفال، ويتبقى عندي الامبريولوجيكال ريمينانس اللي بشوفها في الادلت اتريوم، في الادلت انتر اتريال سيبتم. الفوسا اوفاليس هي عباره عن اللور بارت اوف سيبتم برايمم، والانيولاس اوفاليس هي عباره عن اللور كريسنتريك مارجن اوف سيبتم سيكاندم. بعد ما شفنا الفورميشن اوف سيبتم برايمم ان سيبتم سيكاندم في الفيديو اللي فات، تعالوا نشوف الصور. ده الهارت، انا واخده فيه سيكشن بالطريقه دي وشايله الجزء اللي قدام وبص عليه كده. ده البريميتيف اتريوم، وده البريميتيف فنتريكل، وده واحد من الاندوكارديال كوشنز اوف سيبتم انترميديوم. دي الرايت اتريو فنتريكولار كانال، ودي الليفت اتريو فنتريكولار كانال. اول حاجه هتكلم على السيبتم برايمم. السيبتم برايمم شكله سيكل ان شيب، ليه لور كريسنتيك بوردر وتو هورنز. هينزل من الروف اوف بريميتيف اتريوم على شمال الساينو اتريال اوريفس، نزل زي ما احنا شايفين كده لحد ما التو هورنز حصل لهم فيوجن مع الاندوكارديال كوشنز اوف سيبتم انترميديوم، وبقى عندي فتحه. الفتحه دي اسمها اوستيوم برايمم. اوستيوم يعني فتحه، برايمم يعني اول فتحه. في الانترايوتراين لايف الاكسجينيتد بلاد هيعدي من البلاسنتا للانفيريور فينا كافا، يدخل في الرايت اتريوم، وبعد كده هيعدي عن طريق الاوستيوم برايمم للليفت اتريوم. الاوستيوم برايمم هتبدا تصغر علشان تقفل في طريقها ان هي تقفل، بس قبل ما تقفل هيحصل ديجنريشن وبريك داون في السيفاليك بارت اوف سيبتم برايمم، ويعمل فتحة جديدة هنسميها اوستيوم سيكاندم. اوستيوم يعني فتحة، سيكاندم يعني تاني واحدة. بعد ما الاوستيوم سيكاندم اتكونت الاوستيوم برايمم اتقفلت، ولازال البلد بيعدي من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق الاوستيوم سيكاندم. هينزل سيبتم تاني على يمين السيبتم برايمم اسمه سيبتم سيكاندم.
السبتم سكندم شكله سيكل ان شيب، ليه لور كريسنتك بوردر وتو هورنز، هينزل من الروف اوف بريميتيف اتريوم زي ما قلت من شوية على يمين السبتم برايمم، وهينزل لحد ما التو هورنز يحصل لهم فيوجن مع الاتريو فنتريكولار كوشنز اوف سبتم انترميديوم. لو بصينا هنا هنلاقي ان السبتم سكندم عمل ايه في الاوستيوم سكندم، غطاها ما قفلهاش، غطاها، وتبقى عندي اوبليك باسج من اللور مارجن اوف سبتم سكندم لحد الابر مارجن اوف سبتم برايمم. الاوبليك باسج دي اسمها فورامين اوفال، ودي بتسمح بمرور البلد من الرايت اتريوم للليفت اتريوم في الانترا يوتراين لايف. بعد الولاده البلاسنتا هتتقطع، فكميه الدم اللي داخله الرايت اتريوم هتقل، وفي نفس الوقت البيبي هيصرخ صرخه الولاده ويتنفس، اللنج هيحصل لها انفليشن والبالمونري سيركيليشن هتشتغل، فالاكسجينيتد بلاد هيدخل في الليفت اتريوم عن طريق الفور بالمونري فينز، فالبلاد في الليفت اتريوم البريشر بتاع الليفت اتريوم هيزيد، فيزق السبتم برايمم على السبتم سكندم ويقفل الفورامين اوفال، ويتبقى عندنا الامبريولوجيكال ريمينانس اللي بنشوفها في الانتر اتريال سبتم في الادلت هارت. الفصة اوفاليس دي اللي هي عبارة عن اللور بارت اوف سبتم برايمم، والانيولاس اوفاليس وده عبارة عن اللور كريسنتك مارجن اوف سبتم سكندم. تعالوا برضو نشوف الفورميشن اوف انتر اتريال سبتم في الفيديو اللي جاي. In order to separate these into two atria and two ventricles, we'll start with the atrial septum. Two views are shown. The insert shows the view if you were inside the future right atrium looking towards the midline. The purple plasticine represents the septum primum, or first wall, which grows down from the roof of the common atrium. The gap at the bottom allows blood to flow from right to left and is called the ostium primum. Before the septum primum completely blocks off the flow of blood between the atria, a second hole forms higher up in the septum called the ostium secundum. A second wall starts to grow down from the roof of the atrium, shown here in blue. This is the septum secundum, the second wall. During fetal life, these septa create a shunt for blood to flow from right to left atrium so that it can bypass the lungs. This opening is called the foramen ovale. After birth, the pressure in the left side of the heart is greater than that in the right. This causes the septum primum to push against the septum secundum. They then fuse together, leaving an indentation seen in the right atrium called the fossa ovalis. Failure of any part of this process can lead to an atrial septal defect. Let's play that back to see what's happening to the ventricles. احنا كده قسمنا الأوضة الكبيرة اللي اسمها primitive atrium لرايت هاف وليفت هاف بالانتر اتريال سبتم. تعالوا نشوف بقى الامبريولوجيكال كومبوننتس اوف ايتش اتريوم، يعني الرايت اتريوم معمول بايه والليفت اتريوم معمول بايه. ده البريميتيف اتريوم، اوضه كبيره كده زي ما احنا شايفين، مقسومه لنصين بالانتر اتريال سبتم. البريميتيف اتريوم الاوضه الاساسيه الكبيره اللي اتقسمت بالانتر اتريال سبتم لنصين، النص اليمين بتاعها هيعمل جزء من الرايت اتريوم والنص الشمال بتاعها هيعمل جزء من الليفت اتريوم. هيعمل انهي جزء تحديدا؟ هيعمل الانتيريور راف بارت اوف رايت اتريوم او اتريوم بروبر، ده اللي هيجي من الاوضه الاساسيه اللي هي البريميتيف اتريوم. طب بالنسبه للليفت اتريوم هيعمل برضو الانتيريور راف بارت اوف ليفت اتريوم. طب الانتيريور راف بارت اوف ليفت اتريوم موجود فين تحديدا؟
موجود في الليفت اوريكل، لان الليفت اتريوم معظمه سموث. الجزء بس الرف بتاعه اللي موجود في الليفت اوريكل ده هيجي من الأوضة الأساسية اللي هي الـ Primitive Atrium. تاني حاجة الـ Atrio Ventricular Canal. احنا كان عندنا كانال طويلة ما بين الـ Primitive Atrium والـ Primitive Ventricle اسمها Atrio Ventricular Canal، اتقسمت بـ Septum Intermedium لـ Right و Left Atrio Ventricular Canals. كل كانال فيهم بيحصل لها absorption في الباك of the corresponding atria. تعالوا نشوف يعني ايه معنى كلمة absorption of the atrioventricular canal. ده ال primitive atrium وده ال primitive ventricle، ودي ال atrioventricular canal مقسومة ل right و left atrioventricular canals بالسبتم انترميديم. هل عندنا في الادلت هارت لما تيجي تشوف الهارت كده في السكشن، هل بيبقى فيه كانال طويلة كده موجودة ما بين الاتريا والventricles؟ لا، بيبقى فيه right و left atrioventricular orifices. فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل absorption للright والleft atrioventricular canals. يعني ايه معنى كلمة absorption؟ يعني ان الـ upper end of the canal الحتة اللي فوق دي هتوسع. زي ما احنا شايفين كده الـ upper end بتاعة الـ atrioventricular canal بتوسع تدريجيا، والجزء اللي وسع ده بقى جزء من الـ wall of the corresponding atrium. ده معنى كلمة absorption of atrioventricular canals، بحيث ان اتبقى عندي right atrioventricular orifice و left atrioventricular orifice. لحد دلوقتي الـ embryological components of each atrium زي بعض، اليمين زي الشمال. يعني انا عندي اوضه كبيره اسمها primitive atrium، الرايت هاف بتاعها عمل الـ anterior rough part of right atrium او atrium proper، والليفت هاف بتاعها عمل الـ left auricle. طيب بالنسبه للرايت والليفت atrioventricular canals حصل لهم absorption في الـ corresponding atrium، بحيث ان هما هيسيبوا مكانهم right و left atrioventricular orifices. تالت نقطة بقى هتختلف ما بين ال right atrium و ال left atrium. ال right atrium هيحصل في absorption لل right horn و central part of sinus venosus، هيحصل لهم absorption في ال back of right atrium علشان يعملوا ال sinus فينيروم. إنما في الليفت إتريام بقى هيحصل absorption للبالمونري فينز. تعالوا بقى نتكلم مع بعض نعرف يعني إيه absorption of pulmonary veins. لحد دلوقتي الـ embryological components of each atrium اليمين زي الشمال، يعني في أوضة كبيرة اسمها primitive atrium، الرايت هاف بتاعها هيعمل anterior rough part of right atrium او atrium proper، والليفت هاف بتاعها هيعمل anterior rough part of left atrium او تحديدا left auricle. تاني حاجة الرايت والليفت atrioventricular canals حصل لهم absorption في ال corresponding atrium، بحيث ان هما في النهاية عملوا right atrioventricular orifice و left atrioventricular orifice. تالت embryological component في كل atrium هنا بقى مختلف، ال right atrium هيختلف عن ال left atrium. ال right atrium هيحصل فيه absorption لل right horn و central part of sinus venosus،
هيحصل لهم absorption في الباك اوف رايت اتريوم علشان يعملوا posterior smooth part of right atrium أو sinus venerum. إنما الليفت اتريوم هيحصل في الباك بتاعه absorption of pulmonary veins. تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه absorption of pulmonary veins. الفيديو اللي جاي هيعرفنا يعني إيه معنى كلمة absorption of pulmonary veins. تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه معنى كلمة absorption of pulmonary veins في the back of the left atrium. ده pulmonary vein بيفتح في the back of the left atrium بالطريقة دي. معنى كلمة absorption of pulmonary vein في the back of the left atrium مش معناها إنه هيدخل لجوه، لأ، معناها إن الفتحة دي بتاعة pulmonary vein هتوسع، هيبقى شكلها عامل كده. ده الجزء ده بقى absorbed في ال back of the left atrium. يعني ايه بقى absorbed؟ يعني بقى جزء من ال wall of the left atrium. ده ال left atrium، ده ال inter atrial septum. في البداية ال left atrium بيفتح في ال back بتاعه pulmonary vein. البالمونري فين ده بيجي من اتحاد 2 pulmonary veins، والتو pulmonary veins بيجوا من اتحاد another 2 pulmonary veins، يعني عبارة عن شجرة جدر وليها فرعين، وكل فرع بيتقسم لاتنين. انا عايزة في النهاية ان كل واحد من الفور pulmonary veins دول يفتح بseparate opening في الباك اوف ليفت اتريوم. ازاي ده هيحصل؟ عن طريق الابزوربشن اوف بالمونري فينز، اللي هيحصل ان الفتحة دي هتوسع زي ما احنا شايفين كده. فتحة البالمونري فين الاساسي وسعت بحيث ان يحصل له ابزوربشن في الباك اوف ذا ليفت اتريوم، واللون الازرق ده هو الابزوربت بارت. طبعا بيحصل له ابزوربشن بالتدريج لحد ما بقى absorbed تماما، وبقى عندي ال 2 pulmonary veins دول فتحين بفتحتين ب 2 separate openings. طبعا انا مش ده الشكل النهائي، انا عايزة ال 4 pulmonary veins دول يفتحوا ب 4 separate openings. الحل ايه؟ الحل هو further absorption. زي ما احنا شايفين كده حصل further absorption بحيث ان الفور pulmonary veins بقوا فاتحين بفور separate openings في الباك of the left atrium. واللون الازرق ده هو عبارة عن absorbed pulmonary veins. علشان كده left atrium معظمه smooth، لان معظمه معمول بالabsorbed pulmonary veins. انما الليفت اوريكل ده الجزء الوحيد اللي رف في الليفت اتريوم، لانه معمول بالاوضه الاساسيه اللي هي البريميتيف اتريوم. الفيديو ده هيورينا الابزوربشن اوف بالمونري فينز في الباك اوف ذا ليفت اتريوم. زي ما احنا شايفين فتحه واحده، بقوا فتحتين وبعدين بقوا اربع فتحات، وده الابزوربد بورت. كده احنا خلصنا الجزء الثاني من محاضرات الديفلوبمنت اوف كارديوفاسكولار سيستم. شكرا جزيلا.